يعطيكم العافية. طبعا بعد ما صحينا اليوم الصبح عشنا مع اللوكل، كانت تجربة صعبة كتير، وكتير ناس حكولنا انها مجنونة لانه عادة بخافوا، لكن قررنا نسويها. عشنا في احد الاكواخ هدول، وقررت اسأل كتير لانه يعني اتوقع انه زي شجرة زي هاي لازم يكون لها علاقة بالاديان والشغلات هاي، خاصة في المعتقدات الافريقية. وفعلا سافرنا حوالي 6 ساعات عشان نوصل لمكان فيه اسمه او مسمينه شجرة الباوباو المقدسة، اللي هو باوباو ساكري. زي ما انتم شايفين هون، لما بدك تدخل لازم تشلح الشوز تبعك. هنشوف هنسوي زي ما بدهم، و هاي حنشلح البوت مع انه راح نتوسخ، بس شو بنسوي. وهذه هي الشجرة اللي بيحكوا عنها انها مقدسة. طبعا هم بيجوا عندها زي ما شايفين محوطينها في شجرتين هاي، بس هي هاي الشجرة الكبيرة، شايفين هاي بالنسبة لها صغيرة كتير. بيجوا بتعبدوا عندها وبطلبوا طلب، واذا وصل او صار الطلب هذا بيرجعوا لها وبشكروها. فهي علاقة شجر الباوباو بالديانات. طبعا حترككم تشوفوا كيف حتى حاطين عليها زي اماكن تمسك فيها، وهون حتى اناني بيبسي شو بعرفني، او في كتير اناني شكلهم شو بعرفني شو بيشربوا بيبسي، يعني لو مية قلنا اوكي هاي جايبين له هدية. anyway، فهذه هي شجرة الباوباو المقدسة. هون في جنبنا زي ما انتم شايفين نهر او بحيرة حاطين فيها رز، وهاي يعني ضخمة جدا، يعني انا لو بدي اورجيكم قديش ضخامتها مش هتقتنعوا والله قديش، يعني يمكن بدي 20 رجل عشان يحوطوها. anyway، سلامات، سلام على رأي هالمالقات.